طبعا من الأمور التي أراها في حماية جانب النبي نفسه أنه لن يترك أمته هملا، لأن كل عاقل اليوم يعني أي حاكم مثلا بدأ عليه عارض المرض أو شيخ قبيلة بدأ عليه عارض المرض، إذا لم يوصي إذا لم يجعل منهج خلفه يقول هذا ترك الأمة في فوضى. ولسنا في فوضى، عندما تركنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لم تنتظم لنا لا نظرية سياسية ولا نظرية معرفية ولا نظرية مالية، أهملنا معارف القرآن، أخلاق القرآن، معرفة القرآن، نظرة الكون، تزكية النفس الإنسانية في القرآن، النظرية المالية في القرآن، أهملناها وذهبنا إلى تطبيقات بشرية. وهذا نتيجة أن عندما قلنا يا رب خلاص نحن نصلي ونصوم ونفعل ونفعل، وأنت قلت يعني أمرت رسولك بأن يوصي هكذا، لكن نحن عندنا طريقنا تحسبها علينا معصية وعندنا طريقنا، سيقول لك الله ستفشلون ترى، نحن فشلنا معرفيا وعلميا وسياسيا نتيجة هذه. أما النص الخفي والجلي، وعن الأخوة الزيدية يقولون بالنص الخفي يعني في جملتهم، والإمامية يقولون بالنص الجلي، فأنا عندي النص الصريح أن النبي عليه الصلاة والسلام عليها البلاغ المبين، لا يمكن أن يبين شيء مشوش هكذا. سنبتلى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالغدير أن حاولت أضعفه، يعني حاولت بقدر الإمكان أول ما بحثت قبل سنوات أن أضعفه، من يعني حتى إذا تمسكت به حتى يكون لي حجة. رأيت أنه من الصعب جدا، بل لعله أصح حديث على وجه الأرض لطرقه وكثرة النازعين من الفرق فيه، واحتجاج الإمام علي في وجود أهل بدر في الكوفة، وطبعا رواه حوالي أكثر من 100 صحابي، لكن صح عندنا السنة حوالي على الأقل 30 صحابي مختلفين التنوع، وهذه من قرائن الصحة، يعني ليسوا في فريق واحد الصحابة هؤلاء، في معتزلين عنه، في مخالفين، وفي مؤيدين، وليست حديث عائلي، يعني فضاء الإمام علي من طبيعتها أنها ليست عائلية، يعني أغلب فضاء غيره تجد العائلة أو قريب من العائلة، فلا بد أن يكون بلاغ النبي مبين، ولا يمكن أن يكون خفي أو غير واضح. وأنا ذهبت للغدير وتعجبت مكان الغدير نفسه، فوجدت أن طبعا كان في إشاعة واختبرتها أن هناك صدى، فكنت أجرب أرسل ابني بعيدا فأناديه ويسمع، أناديه بسهولة، الجبال محيطة، يعني في جبال كذا وفي غدير، وهنا مكان الدوحات من حيث كنسها النبي، من حيث انتظر الناس وجمع الناس أسفل وبنى منبر وقال. أنا ظني حديث الغدير من الأحاديث التي طبعا هو عنده متواتر، حتى عند أقصد على الأقل أنا حتى عندي طريقة أكثر تشددا من الألباني في مراقبة القرائن. الألباني رحمه الله قال بتواتره على الأقل الجزء الأول من الحديث: أيها الناس أوشك أن أدعى فأجيب، وأني تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهم لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، ألا أيها الناس من أولى الناس بكم من أنفسكم؟ قالوا أنت يا رسول الله. ثلاث مرات: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بل يا رسول الله، فمن كنت مولاه فهذا مولاه. واضح نقل مسؤوليات كاملة، واضح ألست أولى بكم من السياق، يعني هذا أبلغ من أن يقول هذا خليفتي من بعد، أولى منكم من أنفسكم أبلغ. فهذه في ظني مما قصر، يعني لما اختار الصحابة نحن نخالف في هذه المسألة، أو ناس ضغطوا في ضغط على الصالحين أو على المهاجرين الأولين، في ضغط من قبيلة قريش، والضغط هذا قد يأتي لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي كاد أن يتأثر بالضغط لولا أن ثبتها الله في مسائل أخرى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا قوة الرأي العام، فالرأي العام قد يؤثر على الصالحين، على الناس الصالحين، ويقال يعني ترى لن نرضى، يقول لا بأس، إذا نحن نأخذ هذا السلطة، لكن إن شاء الله سنعدل وسنصلي ونصوم بس إذا خالفت وصية مثل هذه، وصية كبيرة تتصدرها، قد تنتج فسادا سياسيا وماليا ومعرفيا عظيما. وهذا الذي حدث، ما حدث من إنتاج سياسي، انظر كما قلنا لم تنتظم لنا نظرية سياسية، تتم البيعة بماذا؟
واحد اثنين عشرة جمهور كل الأقوال موجودة. منهم من قال واحد لأن عمر بايع أبو بكر، منهم قال ثلاثة لأن الثلاثة عقد، منهم من قال الجمهور لأنهم زعموا أن الجمهور هكذا، منهم طيب الفتوح، كنز الأموال، الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه ولي الرسول ولي ذي القربى، اللام هنا أصيلة في ولي ذي القربى، جعل في الخيل والكراع والسلاح وهكذا. في المعرفة السياسية، الناحية السياسية، المعرفة الاقتصادية، كنز الأموال، الناحية الفقهية والأحكام، التوسع في الفتوح والهروب إلى الأمام نتيجة خلافات داخلية أو التوجس أحيانا من ضعف الشرعية الداخلية يؤدي إلى سرعة في اتخاذ القرارات، خلط مانع الزكاة بأنهم مرتدين وأنه ارتد من ارتد من وعومل ومعامل المرتدين إلى أن أتى عمر فأطلق السبايا ورد الأموال. هذا الخلل كأن الله يقول لنا بعد تلك المسيرة الطويلة ماذا ستفعلون؟ يلا أنتم اخترتم على غير وصية نبيكم ووصلنا حتى أعطانا فتوح، مشينا وصلنا الأندلس، وصلنا الصين، وبعدين بدأنا تقهقر وبدأنا الآن نشكو، أدال علينا الدول كما كنا حتى يقول ترى الجانب العسكري ليس معيارا، بريطانيا فتحت أكثر منا والمغول فتحوا أكثر منا، إلى الآن حتى لو تقول واحد تقول له عن خطأ يقول بس نحن وصل الأندلس، يا أخي الآن أنت أتعس العالم ثقافة وتخلفا وكذا وباقي تقول أندلس، هذه مشكلة يعني، هذا الهوس بالماضي وبالتاريخ. فيجب أن نعود اليوم في ظني إلى أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالضرورة أن تنتقد ما أصحاب السقيفة أو تكفر أو تفسق، لكن تقول أنا أرى أن الانحراف عن وصية النبي عليه الصلاة والسلام الواضحة، حقيقتنا هي واضحة، ما نلف من هنا وندور، أن الانحراف عنها كان سببا، وليس عندما كان سببا في تحليل الموقف، تحليل انهيار المسلمين العلمي والثقافي والسياسي والمعرفي، نعرف أن من أسبابها عدم الطاعة الكاملة والتسليم الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام. ليس المراد نحن الآن نقول نولي علي نعيد توليته ونعزل، ليس هذا، بس نحلل لماذا وصلنا إلى هذا الحد. وإلا نحن اليوم مع الدولة الديمقراطية، الانتخابات يعني مع آخر ما توصلت إليها الدولة المدنية، ولسنا مع كما يشنع بعض الأخوة عند، بس أنا عرفت علة، عندما أعرف علة كبرى من علل تخلف المسلمين والمعرفي والسياسي والاقتصادي والأسري والنفسي والعقلي لا بد أن أذكرها. لا شك أن الانحراف عن الوصية الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو وصيته يوم الغدير بقرائنها وحواضنها وما سبقها وما لحقها. أنا عندي في هذا الموضوع يعني دراسة عن الغدير موسعة، وأرى أنها كانت واضحة تماما، ما كان هناك لبس. بعد الغدير أصبح هناك تفلت وعصيان مدني، سواء ما يخص يوم الرزية وعدم كتابة الكتاب أو التخاذل عن جيش إسامة 17 يوما أو من 10 إلى 17 يوما، وما حدث من أحداث تشعر أنه هي شهرين فقط، تشعر أنه ما الطاعة ذهبت نتيجة أن الأكثرية يعني شعرت، الله أعلم، بس شعرت أن هناك ضغط. أنا يعني لا زالت عندي عاطفة لبعض السابقين، لكن الخضوع، ليسوا معصومين من الخضوع للرأي العام، إنما عصم النبي نبي، إنما عصم الله نبيه فقط، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان النبي كاد أن يركن لولا أن الله ثبته من باب أولى أن يركن أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أبو عبيدة، إذا يعني ليسوا معصومين من الركون إلى الضغط الرأي العام، خاصة وأن العصبية القرشية أبلغ عصبيات العرب، بدلالة أنهم يعني من قتل من أقاربهم لم ينسوا، بالإضافة إلى أن الأنصار تقبلوا المهاجرين أن يصلوا عندهم، وقريش أن تدخل حتى بطلاقائها، 2000 طليق وصلوا، لم يولى الأنصار حتى لما السلطة السقيفة أو لما أتى أبو بكر أو عمر، لم يولوا من الأنصار إلا ولايات بسيطة، هذا كاتب مثل زيد بن ثابت كاتب يجمع القرآن، ومثل عثمان بن حنيف يقيس مساحة البصرة أو الكوفة، أما الولايات كلها بقيت لقريش وثقيف وهو حلف قديم. فهذه على أي حال هو الهدف من هذا، الهدف من هذا أن النص عقلائي، بمعنى أن كون النبي يوصي أمر عاقل، أما أن يترك أمته هملا وينبهنا على الأمور الصغرى ويترك الأمر الذي تجالدنا عليه 14 قرنا
ما يبين لنا فيه شيء، لا نحن الذين خالفنا، هو بين بيانا صريحا بلغا مبينا، وإنما نحن الذين شتتنا هذا الأمر. وليس هناك أصح من حديث الغدير طبعا وحواضنه من حديث المنزلة وغيره، ومن النشأة. أنا عندما ينشأ ابني وهو على منهجي قريب مني يعرف مشروعي، بعكس صديقي، صديقي فيه كل الخير، بس هو مع العطية مثلا إذا كان ابني يفهمني ما يحتاج أعطي الأخ أوس هو صديقي، إذا كان ابني يفهمني. والإمام علي كان مع النبي من أول الإسلام إلى من قبل ما يبعث النبي عليه الصلاة إلى أن أدخله في قبره وصلى عليه وهكذا، والحجرة جنب الحجرة، وحتى حصار الشعب وهكذا. لا ينبغي أن نحسد وتأخذها العصبية ونزعم، لأن سنة السلالة الذريات النبوية قرآنية، ذرية بعضهم بعض، تعرف إبراهيم أتى بعد إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، إيش المانع يعني؟ لسنا نحن، بل لعل هذا من أسباب الابتلاء، ابتلاهم بالنبي قراشيا هاشميا فرفضوا أكثرهم النبوة من أجل القراش، من أجل الهاشمية، فهذا ابتلاء آخر لمن آمن إجبارا أو طوعا، ابتلاء آخر بهاشمي أيضا، ليس يعني تربية النبي نفسه. فلذلك هذا الفساد الأولي الذي قلنا، تعرف مثل خروج القطار قليلا ينطلق بعدين الفساد المعرفي وصلنا، ولا لا نعرف الآن مخرج. اليوم نحن في ورطة كبرى لا نعرف مخرج، نخشى أن اعترفنا بهذا، نحن السنة إذا اعترفنا بهذا أن فيه طعن، ليس بالضرورة أن تطعن، لكن هو أن أنت إذا لم تعترف بهذا أنت أنكرت دلالة نص، يعني هذا أبلغ من أن تطعن. فهذا وجهة نظري، والله أعلم، يعني قد تكون وجهة النظر هذه ذكرتها، لكن إن شاء الله في المستقبل قد نبسطها في كتاب بإذن الله. السلام عليكم.